المحددة وضوابط معايير الإنشاء الهندسية لكافة المباني والمنشآت الجاري العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث. جاء ذلك أثناء قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من الأحياء والمنشآت، منها مركز مصر الثقافي الإسلامية. كما تفقد الرئيس السيسي مبنى مجلس النواب البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما تفقد السيد الرئيس أيضا سير الأعمال بالحي الحكومي الذي يحتوي على مقر الوزارات والهيئات الحكومية. واطلع الرئيس من المسؤولين بالمواقع الإنشائية على مخططات التنفيذ الجارية ومعدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة. بدأت الفصائل